كالعادة بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة. وزارة الداخلية وزعت مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة استمرارا لدورها المجتمعي. مصر للطيران سيرت 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. كمان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أكدت نجاح تاني عملية تموين سفن ببناء غرب بورسعيد، وتفاصيل أكتر نستعرضها مع بعض بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن وزارة الداخلية قامت بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة استمراراً لدورها المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. امبارح سيرت مصر للطيران 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات جدة القاهرة، 5 رحلات المدينة القاهرة، ودا لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل. امبارح أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، والتانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية. وبكده تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة، وبكده تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة فالنسيا إيجل بميناء شرق بورسعيد مؤخراً. وعملية تمويل السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، وتم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقاً للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن. أما بخصوص أخبار المحافظات فشهدت مجموعة من الأحداث، واللي كان أبرزها إنشاء مبنى للكلى بمستشفى العريش العام بتكلفة بتصل ل 170 مليون جنيه، وتمويل 4305 مشروع بتكلفة بتصل ل 674 مليون جنيه، 674 مليون جنيه في محافظات أو محافظة القليوبية. كمان مطار مرسى علم الدولي استقبل 21 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية، وإنشاء وتطوير 19 مكتب بريد بالحسينية بنسبة تنفيذ 74%، ده طبعا ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية. وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة شمال سيناء هتشهد إنشاء مبنى للكلى بمستشفى العريش العام بتكلفة تصل ل 170 مليون جنيه، وبيتكون المبنى من 4 طوابق بتضم 4 غرف عناية مركزة وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بي وسي ونيجاتيف، وده وفقاً للكود الطبي، كما يحتوي على 85 ماكينة لغسيل الكلى و85 سرير. محافظة القليوبية أكدت أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بلغ 4305 مشروع بإجمالي تكلفة 674 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة، وتم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 129 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وده يتم مع تطبيق الإجراءات اللازمة لركاب الوافدين. يشهد مركز الحسينية في محافظة الشرقية إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد، تم الانتهاء من 13 مكتب وجاري تنفيذ مكتبين وأربع مكاتب جاري إدراجها، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 74%، ويبلغ إجمالي المشروعات المنفذة داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية 894 مشروع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية قرى الريف المصري. أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر شهدت عودة تحليق رحلات البالون بعد توقفها على مدار يومين نتيجة سوء الأحوال الجوية فجراً، وخرجت 30 رحلة بالون على متنها 600 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بعودة الرحلات للتحليق من جديد. جامعة المنوفية أعلنت أنها تسعى في المرحلة القادمة لتحويل قسم علاج الأورام ومستشفى علاج الأورام لمعهد قومي للأورام أو كلية مستقلة،
وافق مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء معهد الأورام القومي بالجامعة والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع. محافظة المنيا أعلنت عن ذبح 174 رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية والطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة أطلقت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة ومديرية الصحة والسكان تحت شعار نقطة دم تساوي حياة، وده حتى 28 يوليو الجاري، وبيتم التنفيذ في 6 مراكز شباب وهيئة رياضية على مستوى المحافظة لضمان وصول المبادرة لعدد كبير من القرى والمدن اللي بتخدم المواطن البحراوي وتوفر له خدمة بنوك الدم على مستوى المحافظة.